إذن أرباح الربع الثالث ارتفاعات طفيفة تقريبا 0.8% هي أقل من التوقعات اللي توقعتها العديد من الشركات. كيف تقيم نتائج الربع الثالث وما هو المرد الحقيقي لهذه الارتفاعات الطفيفة فقط؟ نعم حياك الله. طبعا بالنسبة للربع الثالث أنت تعرف احنا كشركة في مجال التجزئة مرتبطين بالمواسم اللي والتواريخ الهجرية وبالذات شهر شعبان ورمضان. طبعا العام الماضي شهر الموسم كان منقسم ما بين الربع الثاني والربع الثالث. هذه السنة الموسم دخل فترة مبيعات الموسم كلها دخلت في الربع الثاني وبالتالي أثرت لأنك أنت تقارن الآن الربع بدون موسم مع ربع ثالث بمبيعات موسم العام الماضي. فهذا هو اللي لم يظهر نسبة النمو وبالتالي لكن الحمد لله حافظنا على نسبة نمو الفترة يعني زي ما ذكرت 14% بسبب نمو المبيعات من بداية العام 15%. نعم يعني حتى إذا قرناه بالربع المقابل من العام الماضي نرى الارتفاعات طفيفة جدا يعني أقل من ما بعرف 400 ألف لأنه الربع المماثل من العام الماضي كان يتضمن فترة الموسم اللي انقسمت ما بين شهر يونيو وشهر يوليو. إنما في هذه السنة شهر يوليو وأوغست وسبتمبر لا يوجد مبيعات موسم. نعم طب نرجع لأرباح التسعة أشهر تقريبا 15% ارتفاع في الأرباح قلتم ناتج عن نمو المبيعات. وين تركزت هذه المبيعات في أي المجالات بالتحديد بالنسبة لأسواق العثيم؟ في مبيعات التجزئة وخاصة بالتحديد يعني 9% منها نعتبرها لايك تو لايك او من الفروع القائمه و6% من الفروع الجديده اللي استهدفناها سواء بالنصف الثاني من عام 2013 او في الربع الثاني من الثالث والرابع في عام 2013 والربع الاول والثاني والثالث من عام 2014. من نعم. بدايه عام 2014 افتتحنا 7 فروع جديده. نعم سيد يوسف نرجع للفتره المقبله قليلا، بعرف انت باعتبارك رئيس تنفيذي عندك بعض التحفظات ما فيك تصرح فيها مباشره قبل سوق المال، بس بدي اعرف الفتره المقبله الربع المقابل الرابع الكل يعول على هذا الربع، هل يمكن ان نشهد على الاقل ارتفاعات اكبر في 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 الارباح مقارنه بالربع الثالث؟ والله طبعا تعرف يعني طبيعه اعمال التجزئه الربع الاخير غالبا تقفل فيه الحسابات والايرادات وعقودنا مع الموردين وبالتالي لا نستطيع التنبؤ لانه امامنا 3 أشهر مبيعات 3 أشهر، لكن نتمنى ان نحقق يعني موازنتنا اللي استهدفناها في بدايه العام. طيب ما بعرف اذا فيك تلمحنا على الاقل توزيعات أرباح هذه الفترة، هل يمكن أن نشهدها؟ ما بعرف مش رح تحكي بشكل مباشر، لكن هل يمكن أن نأمل بشهود بأن نرى توزيعات أرباح للفترة المقبلة؟ والله تعلم يعني سياسة توزيع الأرباح هو قرار مجلس إدارة، يعني ما هو قرار رئيس تنفيذي. إحنا يعني اللجان التنفيذية تربح توصيات لمجلس الإدارة والجمعية العمومية، بالتالي لا نستطيع ان نتنبا لانه يعتمد على خطط الشركه في العام 2015 في العام 2016، فهذه الاعلان عنها في وقتها اعتقد انه انسب لنا وللمتلقين. طيب بالحديث عن 2015 2016 ماذا عن خططكم التوسعيه؟ هل يمكن ان نرى توسعات في التجاره في الانتاج في التوزيعات في بالتحديد في الاسواق التي تذهبون اليها؟ والله تعرف احنا يعني لا زالت الحصه السوقيه كبيره في مجال تجاره التجزئه المتاحه امامنا، يعني هدفنا هو تنميه حصتنا السوقيه والفرص لا زالت متاحه كبيره، واستراتيجيه الشركه هي التوسع في جميع مناطق المملكه من خلال فتح فروع اضافيه، وسنحافظ على يعني هالاستراتيجيه خلال السنوات القادمه باذن الله كما فعلنا في السنوات الماضيه. نعم السيد يوسف محمد الكفاري رئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاح.